تعاونية الأمل للصناعة التقليدية تأسست في 2011. المهم حنا تقريبا شي 20 منخرطة. المهم تعاونية نسائية. المقر التعاونية قصر جديد أوفوس، مركز أوفوس، إقليم الرشيدية. لا بليد عملية يدوية. هذا كان نخدموه بسعف النخيل في الغابة. لا تيكونوا هذوك اللي كينقيو النخل ديالهم تينقوا تيليحوا هذاك الجريد، حنا كنمشيو ناخذوه ناخذوا اللي مزيان كنديروا به هذا الشيء. حنا كيتقداو عندنا تقريبا بزاف السياح كاينين صحاب دوك اللوبرجات القهاوي ريستورات لوطيلات. شوية المهم هو الرواج شوية، ولكن مازال ما وصلنا ما مازال ما عطاوناش حقنا في هذا الشيء. مازال ما وصلناش لذاك الشيء اللي بغينا. حنا بغينا الصراحة نزيدوا بهذا الشيء لقدام، لأن غادي نقرض بغينا نزيد به لقدام، ولكن ما لقيناش اللي يعطي هاد السمعة زعما الحق ديالها. كنطلب من المسؤولين يشوفوا فينا. ايوا يدعمونا المرأة القروية كاع بصفة عامة ماشي غير حنا، ويساعدونا نزيدوا لقدام. الرقم ديال التليفون اللي بغات توصل مع التعاونية 06 07 يا ربي 07 75 28 10 28 78. هاد السلعة كتبيعوها جملة ولا كتبيعوها كيفاش الطريقة باش كتبيعوها؟ كنبيعو بالجملة وكنبيعو بالتقسيط على حساب، كان شي كوموند هكايا ولا شي حاجة كنبيعو بالجملة. كتصيفطو لا كوموند على برا ديال الدرعة ديالك؟ كنصيفطو. كان عندنا واحد الفاسي كيجي يخدم من عندنا، كيجي كيدير كوموند كبيرة.